بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مالتنا هاليوم ماكزيلاري، الماكزيلا البوزيشن مالتها الماكزيلا، المين بوزيشن مالتها من المنتجين ورقة مكتوب بها ماكزيلا، اكس راي ماكزيلا اخذ للبيشنت، هي الاوكسيبيتومنتال، اوكسيبيتومنتال بوزيشن. الزاوية اللي تكون بين قلنا عليها التيبل والفيشال بون 45 درجة، 45 درجة. إذا هذه أخذنا السنتر مالتي أباف بروتيوبرينس، فوق البروتيوبرينس صارت عندي الوضعية الأولى للمكزيلا. إذا هذه هي الصورة مالت المكزيلا. من يقول لي أريد الهارت بلت، الهارت بلت يختلف عن المكزيلا، الهارت بلت يختلف عن المكزيلا، لأن راح نطلع الداخل مالت الهارت بلت اللي ما يطلع لنا بالإكس راي، ما يطلع لنا بالإكس راي مالت المكزيلا. الهارت بلت هي أما راح ناخذ للبيشنت هو الوضعية سوبيريور انفيريور، طبعا هي سوبيريور انفيريور، inferior in frontal اللي تكون من أمام الوجه، أو تكون superior inferior لكن راح تكون للرايت أو للليفت. أول شيء هي الفيشل اللي تكون أمام الوجه اللي هي superior inferior، نستعمل بها الكلوزال فيلم، لازم نكتب كلوزال فيلم. إذا ما كتبنا كلوزال فيلم صارت الوضعية خطأ، لأن شلون راح نقدر ندخل أي فيلم أو أي كاسيت داخل حلق المريض، لأن هي in the mouth. إذا use closal film both in the mouth 2 إلى 3 مدام أنا قاعد أصور. العضو المراد فحصه هو داخل الفم، إذا لازم يدخل الفيلم أكثر إلى الداخل. إذا 2 إلى 3 in the mouth، 1 إلى 3 out، ويكون المسك مالتنا بالأسنان. من قاعد أصور سنتر مالتي راح يكون through the nasal bone، على النيزال بون، لكن يكون هنا أكو عندي ميلان بالتيوب 80 degrees downward. هسه إذا أجتني الورقة مكتوب بها X-ray heart bullet أخذ نفس هذه الوضعية. إذا أجتني الورقة مكتوب بها X-ray any region in the heart bullet أخذ نفس الوضعية. إذا أجتني X-ray increase the teeth in the heart palate، زيادة الأسنان بالheart palate. لو انتبهتوا كلها تقول heart palate، إذن كلها أخذها كصورة للheart palate. من أريد أخذ الصورة الثانية مالت الheart palate اللي قلنا عليها، إذن أسرح أبعوا هذه الصور مالتنا للheart palate. إذن شوفوا الheart palate، مادام إنه الصورة مالتي ماخذها أني من الأمام، فشوفوا هذه الأسنان الأمامية اللي قلت لكم عليها، الأسنان الأمامية العلوية للأسنان العلوية تكون، شوفوا تكون هنا القواطع تكون عريضة 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 مثل الأرنب عريضة. شوفوا هذا المكان طلع اللون ماله على لون أسود، معناته هذا كثافة العظم الموجودة هنا قلت، من قلت كثافة العظم زاد الاختراق، من زاد الاختراق صارت اللون عندي هو الأسود. هنا همين اللون أسود، هنا اللون الأسود اللي راح يكون أنا كمصور شعاعي أعرف الألوان الموجودة بالصورة الشعاعية. أكو بعض المرات ممكن أن نأخذ هذا الفحص، ليش؟ البيشنت المراجع من المراجعين إنه السن ماله ما طالع، شوفوا هسه هنا ماكو هذا سن، فريد نعرف أكو موجود سن جوا هذا الما طالع بهذا المكان لو ماكو، فعرفنا اكو سن واكو يكون همين اعوج، حتى نبدي نسوي له مثلا التقويم او نسوي له اي معالجة ثانية. هسا اريد اسوي اني للمكزيلا او سميناها الهارت بلت للرايت او للليفت. للرايت والليفت هو لازم ينطيني بالسؤال، يقول لي اريد الرايت سايد او الليفت سايد، فراح اقول له مثلا بالليفت سايد اكو عندي سن زايد، او بالرايت سايد اكو عندي سن زايد انكريز تيث، فانا راح اعرف ان لازم اسويها بهذه الوضعية اللي هي نفس الوضعية، هي superior inferior والكلوزال فيلم، وهل قد يدخل بيها من نفس الشيء؟
لكن شو راح يصير؟ اكو عندي راح اخلي الفيلم من جهة الرايت او من جهة الليفت، والتيو ويهمين امسكه بالاسنان، بس هنا راح يكون السنتر. هذاك كان على النيزل بون، هذا السنتر مالتي راح يكون على الزايجوماتيك بون. التيوب راح يكون نفس الميلان، هو 80 ديجريز داون وورد اون ذا سنتر، اون ذا سنتر. لو بوعناها هذه البيشنت راح تكون هي هاي من الرايت او من الليفت. شوف جد حلو طلع الصوره مالتي. شوف هنا أنا اكو عندي سن بالهارت بلت، بالهارت بلت شلون طالع اعوج حتى اقدر اشلعه، اقدر اشلعه. او هنا انه اكو فراغ موجود او اكو فتشي هنا، فهذه كلها لازم اقدر اشوفها. هنا أنا هذا مبين عليه الجهاز، جهاز خاص اللي هو الاو بي جي. هذا الاو بي جي اذا 100% البيشنت راح يكون هو داخل الجهاز، الخارج الجهاز راح يكون هو المصور الشعاعي. هذا بالنسبة للكلوزال فيلم، هذا هو الحجم مالته، هذا هو الحجم. شوف كتب لي كلوزال فيلم اكس راي فيلم، هذا كلوزال فيلم، لانه احنا نعرف الافلام مالت الاسنان بصورة عامة تختلف، وكل فيلم الى يستعمل بالفحوصات الخاصة. هذا راح أباوع عليها، هذا إذا كانت عندي البونوراما أو نسميها الـ OBG راح أباوعها. شو راح أعرفها هذا البيشنت كبير لو صغير؟ راح يكون أكو عندي أسنان بعدها ما طالعة، فراح أقول هذا البيشنت صغير بالعمر، هذا البيشنت صغير بالعمر، لأن أكو هذا سن، لأن أكو فوقها سن، يعني هذا راح يطلع وهذا راح ينشله، فهذا البيشنت بعده قاعد يشلع الأسنان. هذا البيشنت راح اقول عليه لا كبير بالعمر لانه ماكو عندي اسنان، ومثل ما قلنا هذا اللون او مثل البحيره الموجوده هنا اللون مالتها ما دام انه تحول الى اللون الاسود معناتها الاختراق مالتها زاد. حتى هنا أنا هذا موجود، اكو موجود ما دام تحول اكو لون اسود، اذا اكو موجود التهاب، يعني معناتها هذه الكثافه مالتها قلت. هنا أنا راح اباوع، أنا عندي هذا الهارت بلت، الهارت بلت بصورة عامة يوصل لي من الأسنان هذه إلى الأخير، من الأسنان إلى الأخير. ما دام صارت عندي هنا فتحة، إذا هذا البيشنت ممكن يكون عنده كحالة مرضية يكون عنده فتحة في سقف الفم، سقف الفم، سقف الفم تروح للأنف، اللي هذه أغلبها تصير عند الأطفال كحالة ولادية، كحالة ولادية. وشكراً.